ابتعادك عن الساحة الفنية ايه لفترة، ايه شنو أسبابك؟ كانت أكو ظروف، لو أنه أنت حبيت فترة أنه تأخذ سنة عن ابتعادت من نعم 14/2/2015. نعم واجهتني والله مشكلة، يعني انظلمت بموضوع، نقدر نعرف؟ يعني موضوع يعني هو ما أنا ما استحي منه، لأنه أني طلعت بصورة صح وطلعت براءة، يعني الحمد نعم لله والشكر. انظلمت، انسجنت يعني سنة كاملة على ذمة التحقيق نعم من ورا ناس ولد حرام تبلوا عليه، والحمد لله والشكر يعني طلعت من بعدها إفراج وبراءة. هذا المهم، اخذت البراءة. ايه الحمد لله الحمد والشكر. لله، وترجع اكيد من بعدها انه اعتبرها فترة ريست تجمع يعني بيها ايه افكار. ايه خسارة ريست، على بس ريست هالرسمة. مسحب كان كلش ومؤذي بالضبط وكشف لي عالم هواية. صحيح. والناس بالضبط احنا حكينا بموضوع كنا حلقتنا نحكي اليوم لهذا اليوم، قلنا انه الانسان من يقع بمشكلة وبأزمة يعرف ناسه. يتعلم يتعلم. يعني انا يمكن كبرت 10 سنين والله العظيم، يعني من اللي ورا شفته هالموضوع. وانصدمت بناس يعني وياي يعني 24 ساعة وياي، بس نقول الحمد لله والشكر، الانسان لازم يكمل. احنا طبعا على قولتنا احنا العراقيين نقول الرجال لازم من ينحبس يتعلم وهو. يتعلم. فانت ما هي اخذت هاي بالضبط، ايه الفتره. تعلمنا. بالضبط، الواحد بعيش وبتعلم. وصلتني الفكرة. بالضبط، بعيش وبتعلم من الشغلات اللي بتصير معاه. واكيد يعني في شغلات بتوقف شوي حياتنا لفتره معينه، لكن يمكن عشان ربنا كاتب يعني لنا الخير الحمد وكاتب لله لنا شيء احسن. انه يكون رب العالمين يحبك، انه اذا وقعك بمشكلة مرات تحسيها مو زينة انت، بس بعدين تقولين الحمد لله تكتشف. والشكر انه صار هذا المطب بحياتي حتى اكتشف هواي عالم.